رأس سيادة المطران خريستوفوروس عطالله مطران الروم الأرثوذكس قداسا احتفاليا أقامه مكتب نورسات الأردن بمناسبة مرور 29 عاما على تأسيس تلفزيون تيليلومير و18 عاما لفضائية نورسات. التفاصيل في سياق هذا التقرير. مباركة يا مملكة الآب والابن والروح القدس لنا كل وان وإلى دار دائرين. احتفلت فضائية نورسات مكتب الأردن بذكرى مرور 29 عاما على تأسيس تلفزيون تيليلومير و18 لنورسات، وذلك بقداس احتفالي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس عطالله مطران الروم الأرثوذكس في عمان. عاون سيادته في الصلاة سيادة المتروبوليت فينيديكتوس رئيس دير القديس يوحنا المعمدان في موقع معمودية السيد المسيح المختص، وكل من الآباء قدس الأيكونوموس إبراهيم دبور والأيكونوموس باجس خوري والأيكونوموس بطرس جنحو. حضر القداس الذي أحياه بالتراتيل البيزنطية الشجية جوقة الرعية مدير مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة الدكتورة باسمة السمعان والأخت كاترينا من راهبات دير السيد العذراء ينبوع الحياة في دير دبين، وحشد كبير من أبناء الرعية. قال الرب لتلاميذه: كل من يعترف بي قدام الناس أعترف وأنا به قدام أبي الذي في السماوات، ومن ينكرني قدام الناس أنكره وأنا قدام أبي الذي في السماوات. وعقب الإنجيل المقدس وتقديس القرابين تحدث سيادة المطران خريستوفوروس في عظته عن الروح القدس الذي حل على التلاميذ والمواهب التي أعطيت لهم من هذه النعمة، واستذكر سيادته بأن الكنيسة اليوم تحتفل بأحد القديسين الذين بمحبتهم وتضحيتهم تبعوا السيد المسيح وحملوا صليبه بفرح. خدنا مواهب الروح القدس لما الكاهن مسحنا وحكالنا وختم كل عضو من أعضائنا بختوم الروح القدس، وهو يحكي ختم موهبة الروح القدس أمين، يعني ختم كل عضو من أعضائنا بختوم الروح القدس وأصبحت أعضائنا مش إلنا ولكن للمسيح، وأصبح جسدنا هو هيكل للروح القدس حتى الروح القدس يسكن فيه يسكن فيه. وهيك الإنسان نحن البشر اللي سقطنا بآدم عدنا للفردوس بيسوع المسيح. هذا هو فرح، هذا هو مجد، هذا هو بهاء الكنيسة وأبنائها، وبالتالي كل واحد منكم أبنائي بهاءكم ومجدكم وفرحكم إنكم أنتوا أبناء المسيح. وبعد العظة تحدث سيادة المطران عن تلفزيون تيليلومير وفضائية نورسات وقال: إننا اليوم نرفع صلاتنا خلال الذبيحة الإلهية لنورسات وأعوامها المباركة التي مضت وأعوامها القادمة المملوءة بالعطاء وخدمة البشارة للمسكونة. أبنائي، اليوم بأحد جميع القديسين كمان اليوم رفعنا صلاة، رفعنا دعاء من أجل قناة تلفزيونية اللي هي قناة نورسات، قناة تيليلومير، بعد سنوات طويلة إلها من الخدمة في عملها البشاري. وعشان هيك حابب أطلب من الست بسمة، أنا ما بشوف من بعيد وين هي، نادولي إياها هون، أنا ما بشوف من بعيد، بتطلع عليكم بس مش شايفكم كويس، بس بعين قلبي بشوفكم وين ما كنتوا، وبالصلاة دايما بشوفكم. تعالي يا بنتي هون، تعالي جنبنا. اليوم بهاي الصلاة اللي رفعناها لنورسات للقائمين بهذا العمل وعلى رأسهم الدكتورة باسمة السمعان اللي لها كل المحبة، بيقوموا بعمل كتير مهم
والعمل هو جزء من عمل الكنيسة، من عمل البشارة، حتى ينسمع صوت الكنيسة وصوت الحق في عالم اللي ما بده يسمع الحق. قديش في بركة كبيرة لإلهم إنهم بنشروا هذا الصوت، صوت المسيح وصوت الحق. وقدم سيادة المطران خريستوفوروس باسم غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث وباسم المجمع المقدس درعا تكريميا للدكتورة باسمة السمعان مديرة المكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة بمناسبة 29 عاما على تأسيس تليلومير و18 لنورسات. باسم المطرانية، باسم كل كليروس بطريركية القدس، ست باسمة، من خلالك لهاي القناة منقدم كل الشكر والبركة والنعمة، ومندرع على ربنا إنه يعطيكم الحكمة والصبر، القوة والنعمة حتى تستمروا في عملكم هذا المبارك والمقدس لمجد الله ولمجد الكنيسة، هاي الكنيسة اللي المسيح افتداها بدمه. ربنا يبارككم، وحبينا بهذا اليوم اللي بتحتفلوا في مرور بفكر 29 سنة عن تليلومير و18 سنة على نورسات، متذكر صح؟ ايه الحمد لله. فبالتالي هاي السنوات هي سنوات عطاء وخدمة، سنوات تضحية ومحبة. ربنا يبارك عملكم كلكم الموجودين هون وفي لبنان وفي كل مكان من في أماكن العالم، ربنا يبارككم. حبينا اليوم نقدم لكم درع باسم الكنيسة بالمطرانية، وهذا عربون محبة لإلكم وتقدير على كل إشي بتقوموا فيه. ربنا يبارككم، وكل سنة وأنتم سالمين. وختم سيادته كلمته بأن الكنيسة الأرثوذكسية تبقى على الدوام الداعم والسند لهذه الفضائية التي انتشر عبق بشارتها في أرجاء المعمورة، داعيا الجميع لرفع صلاته لتبقى نورسات منارة في الشرق ونورا في عالم أصبح محتاجا للنور. وبعد الانتهاء من القداس توجه سيادته مع الآباء الكهنة والدكتورة السمعان لقاعة الكنيسة، حيث قدمت الدكتورة السمعان كلمة أمام الحاضرين عبرت من خلالها عن أصدق مشاعر المحبة التي قدمت لنورسات، وقالت: نورسات استمرت 29 عاما كتلفزيون و18 سنة فضائية تنشر نورها ورسالتها التعليمية والروحية للعالم، فهي ذلك المنبر الحر لكل الكنائس والشاهد الحي والمثال للإعلام الحر من أجل العدالة والإنسانية أينما وجدت. ومن القلب أقدر كلمات المحبة التي أهديتمونا إياها والتي أعطتنا كما كانت دائما دعما وإصرارا كي نواصل مسيرتنا ونقدم الأفضل. إيمانكم بنا كفريق عمل هو بالحقيقة دافعنا في عطائنا ورسالتنا، والتي هي رسالة المحبة والسلام والتلاقي. نورسات استمرت 29 عاما كتلفزيون و18 سنة فضائية تنشر نورها ورسالتها التعليمية للعالم، فهي ذلك المنبر الحر لكل الكنائس والشاهد الحي والمثال للإعلام الحر من أجل العدالة والإنسانية أينما وجدت. لا يخفى على أحد أن الإعلام شريك ووسيلة لنقل وغرس وصايا الله. لا تكذب، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، وصايا عمرها أكثر من 3700 سنة، إلى جانب دوره التوعوي والعلاجي ونشر قيم المحبة والتسامح. نورسات تجدد اليوم مسؤوليتها الروحية والمجتمعية، مدفوعة بالحب، قوية بالمسيح، مسلحة برسالة النور، فهي مسؤولة عن الكل ومؤتمنة على الكل. تقول رسالة يعقوب: من الفم الواحد تخرج البركة واللعنة. وهنا مسؤوليتنا كإعلاميين، فالإعلام ليس لعبة بأيدي متنفذين
ولا هو كلام مرصوص بلا معنى أو قيمة. الإعلام مسؤولية، ولكن للأسف تحت شعار الحرية وحرية التعبير أصبحت المسؤولية خيال والحقيقة ضائعة وسط متاهة المصالح والأجندات الخاصة. مسؤولية نورسات الإعلامية اليوم هي زرع بذور الحب والتفاهم والوحدة والأمل وبناء جسور التواصل والتسامح ومساعدة الناس على أن يتبينوا الفرق بين الخير والشر، وأن مبدأ العيش المشترك ليس فقط ممكناً ولكنه واجب لوطن مؤمن بمعنى المحبة والوئام واحترام الآخر مهما كان لونه أو عرقه أو جنسه أو ديانته. مسؤوليتنا أيضاً هو البحث عن الحقيقة وإعلانها بما يليق بالحفاظ على حق الإنسان بالعيش بما يحفظ كرامته. أطلب في هذا النهار. وختمت السمعان بطلب من سيادة المطران والآباء الكهنة الحاضرين وجموع الشعب الصلاة لأجل نورسات في ذكراها العطرة ومن أجل العاملين فيها لكي يستمر نورها للأمم وتبقى حاضرة مستمرة في رسالتها وعطائها إلى الأبد. ودائما معونتنا من لدنك أيها الآب السماوي، آمين. وبعدها تقبل سيادته مع الدكتور السمعان التهاني من الحاضرين في أجواء من المحبة والهيبة لن تضمحل من ذاكرة عمل فريق نورسات في الأرض المقدسة.